اهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم رح احكي بموضوع معاناه كبيره للزوجات وللاهل وللعيله وللمدرسه ولكل مكان. وين ما اروح عم بسمع عن لعبه ببجي بالتحديد، هاي اللعبه اللي حازت على ارقام قياسيه بالتحميل والتنزيل وسببت بمشاكل عديده. اليوم معانا الاخصائي النفسي الدكتور باسل حمد، رح نحكي عن اثار الالعاب الالكترونيه على الحياه. صباح الخير دكتور. صباح الخير، كيف حالك؟ الله يعافيك. يعني صراحه موضوع ادمان الالعاب الالكترونيه موضوع كثير خطير، عم نسمع قد ايه فيه مخاطر للجميع. صحيح. خلينا نبلش نحكي فيهم شوي. هلا انت ذكرتي لعبه منتشره حديثا، بس خلينا نتذكر شوي هيك نرجع بالوقت. انه في اكثر من لعبه الناس ادمنوا عليها خلال الفترات الماضيه. صح. تذكري في العاب يعني انتشرت بشكل سريع واندثرت بشكل سريع. مزبوط. وعدد الالعاب الالكترونيه اللي بتنزل بشكل يومي عالي جدا، والغريب انه ما عم نعرف نقدر شو الالعاب اللي عم تنتشر وليش عم تنتشر، طخ وقتل وفتره انتشارها وامتى بتخلص. الالعاب اللي طابعها او محتواها عنيف هي موجوده من زمان، يعني مش شيء حاضر، يعني مش الان فقط، ولكن بجوز اللعبه الاخيره انتشرت بسبب انها لعبه تفاعليه. أوكي. بمعنى انه الاشخاص عندهم القدره يشكلوا جروبات او مجموعات وهم بتفاعلوا مع اشخاص اخرين. هم بنزلوا على جزيره اظن بباراشوت وببلش بلاقوا بعض ففي مجموعات وفي تواصل، فهي لا تكتفي فقط بانه انت عم تلعبي مع اشياء متخيله، ولكن انت في تواصل بينك وبين اشخاص اخرين. هذا الامكانيه او هاي الامكانيه كانت موجوده في الالعاب الالكترونيه الموجوده في المحلات على سبيل صح. المثال، فالناس يروحوا للمحلات عشان يصير هذا النوع من التفاعل، انه هم بيقدروا يشكلوا فريق، وتشكيل الفريق بحد ذاته انه انت ما عم بتقاتلي لحالك، يعني في اخرين عم بيقاتلوا معك، وهي هي مصدر جاذبيه اللعبه تحديدا للشباب والمراهقين بشكل كبير. طيب خلينا نحكي عن الاثار النفسيه المترتبه على هذا الموضوع. يعني انا بالنسبه لي بشوف الاشخاص اللي بيدمنوا على الالعاب الالكترونيه بيفقدوا احساسهم بالعالم الخارجي، بيفقدوا الاحساس للوقت. شيء لا، الألعاب الإلكترونية بحد ذاتها مش مادة مدمنة. إحنا بنعرف إنه المواد المدمنة زي المخدرات والكحول وإلى آخره هي مواد بتأثر على أجسامنا. ليش بنعتبر الألعاب الإلكترونية ألعاب مدمنة مع إنه بالمناسبة هي غير مصنفة ضمن قوائم الإدمان بالصحة النفسية العالمية؟ لا، إحنا الشيء الوحيد اللي لا يعد سبستانس أو مادة تدخل أجسامنا بنعتبرها شيء مدمن اللي هي الإدمان على القمار، يعتبر شكل من أشكال الإدمان وفي له علاجات، والآن صار في حتى مصحات خاصة يعني. ولكن الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا والإنترنت بشكل عام صرنا نحذر بأنه عم يتحول لمادة مدمنة بسبب قضاء الأشخاص لوقت طويل عليه. فهو المحتوى نفسه بحد ذاته قد لا يكون مضر بقدر ضرر الانشغال في الألعاب نفسها لوقت طويل. طب دكتور إذا ممكن نعرف إيش هو الإدمان يعني للناس اللي عم تتابع؟ هلأ الإدمان هو أي شيء أنت بتقومي فيه أو بتعمليه وما له عائد إنتاجي على حياتك، يعني ما بجيب لك إشي مفيد في الحياة. حتى يعني على سبيل المثال إدمان القمار، القمار بجيب لك عائد مادي، ولكن ليش بنعتبره إدمان؟ لأنه أغلب الأشخاص المدمنين يفقدوا بنتهوا لأنهم مفلسين. صح. فهو إدمان على شيء بيستنزفك، بيستنزف طاقتك وما بيحقق لك عائد، وبيعطل حياتك العملية الإنتاجية وبيعطل حياتك الاجتماعية. أنت بتوقف كل هذا الحكي وبتركز على الإشي اللي عندك. طبعا، فمثلا لما إحنا بنحكي طالب مثلا عنده توجيهي أو على سبيل المثال يعني صار في تعميم عندنا بالأردن، شخص بيشتغل في دائرة ما عم بنشغل بهاي اللعبة، فهو رح يتوقف عن أداء واجباته الطبيعية. هلأ اللي بيحدد أنه إدمان ولا مش إدمان باللحظة اللي أنا بقرر فيها أني أتوقف عن اللعبة، هل بقدر أتوقف بإرادتي ولا لا؟ إذا كان في عندي حافز زي كيف السيجارة بتحس الصبح لازم أدخن سيجارة، بتحس لازم ألعب باللعبة، وكلنا عندنا هذا الإدمان بالسوشيال ميديا، يعني ما بنقدر نمسك حالنا إلا نمسك موبايلنا ونفتح ونشوف. صح. هون بندخل في حالة إدمانية لأنه أصبح من الصعب التخلص منها، وما عندنا القدرة على إنه نوقف أنفسنا عنها، مع إنه إحنا ندرك مع أنفسنا بأنها عم بتسبب لنا مشاكل. طيب يعني دكتور احنا بنعرف انه في عدد كبير من الزوجات ومشاكل طلاق سببت
مشكلتها الالعاب الالكترونيه. انا ما سمعتش بس بعتقد بتخيل يعني لو لا بطلع لك المقالات اللي موجوده بتخيل إنه بتخيل طبعا لانه بتفوت على البيت تطلع. انا حتى مره الاسبوع الماضي او اللي قبله كنت ببيت ناس والزلمه اللي احنا رايحين عنده على التليفون كل الوقت على اللعبه، رحنا احنا فصلنا له الانترنت بالبيت عشان يفصل. عصب ولا ما عصب؟ شو عصب؟ صراخ. هذا مثلا رده الفعل هاي اللي ذكرتيها هي عرض من اعراض انه الشخص مدمن على اللعبه، لانه احنا لما بننسحب من ماده ادمانيه بنظهر اعراض الانزعاج والقلق والتوتر والاكتئاب والى اخره، من اعراض قد تكون مضره لنا. صح. طيب. فخطيره جدا الفكره. الالعاب بحد ذاتها في ناس بربطوها مع العنف في المجتمع، يعني صار في ديبيت بالايام الماضيه حتى في امريكا انه هي مرتبطه بانتشار الاسلحه وانتشار الاعتداءات في الاسلحه. انا هذا اللي اسالك اياه، فيش ربط مباشر صراحه، ما في شيء بيحكي انه الالعاب الالكترونيه بحد ذاتها بتسبب حاله عنف عند الناس، ولكن هي قد حتى تشجع في بعض الناس بيحكوا انها بتخفف من عنفيه الاشخاص لانهم بيعبروا عن عنفهم من خلال وسائل الكترونيه. طيب هي قد تكون وسيله تفريغ ولكنها وسيله تفريغ غير صحيه. اوكي مثل الكحول يعني. يعني خلينا نشوف كمان الشباب مثلا او احنا اللي حوالين الاشخاص اللي مدمنين نوعا ما، كيف ممكن نتعامل مع هذا الادمان؟ لانه احنا بنعرف انه اذا انت بتروح تحكي له دكتور مثلا انت اللي عم تعمله غلط، يعني انت خلص يعني صحيح. يعني رح تزيد مع الاطفال على سبيل المثال. انا بقترح على الاهل انه ياخذوا قرار حاسم وواضح باعطاء ابنائهم الاجهزه الالكترونيه لفتره زمنيه محدده. طبعا الارقام الموصى بها عالميا احنا مستحيل نطبقها في الاردن، يعني حتى انا ما بقدر اطبقها على ابني لانه من الصعب جدا يعني انه نحكي للطفل نصف ساعه وربع ساعه في اليوم وبعدين ليصير بعمر 8 سنوات. في ناس بيحكوا حتى لعمر ال 12 سنه ما يمسك اي جهاز الكتروني، هذا بنعتقد انه شوي صعب في الاردن، ولكن انا بشجع الامهات والاباء على انهم يمنعوا ابنائهم من استخدام الالكترونيات تحديدا الاجهزه الصغيره. أوكي. لانه طبعا في اثار على العين وفي اثار طبعا جراحيه وطبيه كثير كبيره غير الاثار النفسيه طبعا. على فكره دكتور امبارح احنا على صفحه يوم جديد على الفيسبوك عملنا احصائيه قلنا هل تسبب جيم او لعبه الببجي ادمان ام لا؟ 76% 74% جاوبوا نعم وال 26% جاوبوا لا. هو دائما انا بحكي انه الراي العام راي الناس دائما ما بيكون صائب في هاي، يعني في كثير من الحالات بيكون صائب الانطباع العام عند الناس، وهو صحيح لعبه البجبي يعني بتسبب ادمان عند الاشخاص اللي بيستخدموها. انا عندي مجموعه اصدقاء يعني بنقعد ضلني قاعد اتفرج فيهم بس نازلين يحكوا. انت بتشوف كيف بيكون شكلهم وهم ماسكين تليفون؟ ماسكينه هيك وعم بتطلعوا ولا عم بلفوا يمين ولا عم بلفوا شمال طبعاً. عينهم على هذا التليفون طبعاً. لانه هي اللعبه بتفترض في الاشخاص انه يقوموا بالتركيز بدرجة عالية، بتحفز عندهم يعني هرمونات النجاة خلينا نسميها أو التحفيز الذاتي أنه أنا ممكن أتعرض للقتل، وفيها تنافس أيضا، يعني في فريقين عم بتنافسوا مع بعض، وبالتالي هاي بترفع يعني إحنا كلنا بنحب كرة القدم لأنها لعبة فريق تنافسية. صح. وبالتالي هي بتجذبنا. صح. هاي اللعبة ميزتها أنه أتاحت التواصل للناس مع بعض وسمحت لهم بأنهم يتواصلوا مع بعض، عشان هيك خطورتها بتكمن بأنه من الصعب أنه نعرف مين الأشخاص الثانيين اللي إحنا عم نلعب معهم. بالزبط. عشان هيك أنا بحكي للأباء والأمهات منع الأطفال منعا باتا من استخدامها، مش للمحتوى فقط لأنه شو ممكن تقود فيما بعد هذول الأشخاص من خلال هذا التواصل. هذا مهم جدا عند الأطفال. هلأ كبار هاي مشكلة أكبر، إحنا بندخل يعني بندخل في مشكلة صراحة، لازم نصارح الشخص المدمن ولازم أنه نضع معايير لاستخدام الإنترنت في أماكن محددة. يعني الزوجة ممكن تحدد مع زوجها أنه في وقت محدد هذا الوقت لازم يكون للأسرة. أنا اعتقادي الشخصي أنه اللعبة راح تروح، يعني ما راح تستمر، زي ما أجت ألعاب سابقة واندثرت هاي اللعبة أعتقد البيك تبعها راح يكون شهر، يعني أكثر حد من هون لشهر راح نبلش نسمع أنه الناس بلشوا يملوها، وهذا شيء طبيعي. هذا الإشي عم بمله بسرعة أنا شايفة، يعني ببلش الإدمان أقل من سنة بتكون رايحة الجيم. طبعا لأنه خلص فقدت الحماس، لأنه طبيعة المتعة تبعها والإنجاز فيها، إلا إذا اللعبة نفسها حفزت الناس بأشياء جديدة وأعطت الناس محفزات جديدة أنهم يستمروا. الأخصائي النفسي الدكتور باسل حمد شكرا جزيلا لوجودك معنا، يعني نتمنى نكون فدنا كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا. شكرا لك. تحياتنا لك.